نطرحها مع الأستاذ أحمد عامر الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، تحليلك بداية للمؤتمر الصحفي الخاص بالوفد البرلماني الليبي. والله الوفد البرلماني الليبي ده تكملة لحالة الجمود في الاتفاق السياسي اللي موجود في ليبيا حاليا. احنا شايفين الوضع ما بين المبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر وما بين البرلمان أو الجيش، بدأت الفجوة تزيد بشكل كبير جدا، واحنا كنا حاورناه من تونس من 10 أيام، وكان واضح في كلامه إن هو مصمم إن الجيش الليبي بقيادة الفريق حفتر يخضع للمجلس الرئاسي، أو المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش، في حين إن الإعلان الدستوري حتى هذه اللحظة بيخول للبرلمان الليبي إن هو القائد الأعلى للجيش وهو اللي يعين قائد الجيش. دي أزمة حقيقية جدا، وصلت الأمور لطريق مسدود. وانا كنت قابلت المستشار عجيلة صرح رئيس مجلس النواب من 4 أو 5 أيام في حوار هينشر قريبا في الاهرام العربي. قال لي صراحه ان هم بيستعدوا في البرلمان لارسال خطاب رسمي للامم المتحده ان مارتن كوبلر شخص غير مرغوب فيه، او انه مش قادر يقوم بدور الوفاق ما بين الفرقاء في ليبيا. نعم، بس ده مش اول اعتراض عليه تحديدا على هذه الحاله. نعم، بس ده مش اول اعتراض على اداءه. الو، ده بقول لحضرتك ده مش اول اعتراض على اداء مبعوث الامم المتحده. لا طبعا مش اول اعتراض، ولما نيجي نبص لتاريخ مارتن كوبلر وفشله في العراق قبل كده بشكل كبير، هو جه ومصمم على صيغه معينه. في ما اقدرش اقول مؤامره، بس في صيغه معينه، في جيش تكون، في جيش بيحارب الارهاب، في حرر مدينه بنغازي، وبقى اتعين له قيادات من البرلمان بصفة ان رئيس البرلمان هو قائد الاعلى للجيش، وتعين الفريق خليفه حفتر كقائد عام للجيش. في صيغه مصمم عليها الامم المتحده او مارتن كوبلر ان هو يلغي هذا الجيش ويتعامل معاه كانه احد الفصائل المسلحه، وهي دي يعني الازمه الحقيقيه في عدم الوصول لاتفاق حتى الان. طيب. والبرلمان حتى الان من الناحيه الدستوريه لم يقر المجلس الرئاسي والحكومه المتبثقه منه. لا، لم يتم حتى هذه اللحظه اقرار الحكومه المؤقته، ولقينا ان مجلس الامن المتحده وجامعه الدول العربيه اعترفت بهذه الحكومه المؤقته بدون اقرارها من البرلمان. ففي ازمه حقيقيه داخل ليبيا في الاتفاق، ويعني وارد انه ينهار بالكامل خلال الفتره اللي جايه. نعم، وكان في نقاط اخرى كمان جت في البيان اللي خرج من الوفد البرلماني الليبي. الوفد البرلماني جه لمجموعه من النقاط، اولا التاكيد ان البرلمان هو الجهه الشرعيه الوحيده حتى هذه اللحظه المنتخبه من الشعب الليبي. التاكيد ان العلاقات المصريه الليبيه هي علاقات ممتده، ولا بد من التعامل مع الجهه الشرعيه بس والبرلمان. كان في مش هقدر اقول سوء تفاهم، بس كان في عمليه حلحله.